معلش يا جماعة، يا ريت الدول الأفريقية الشقيقة اللي شغالة انقلابات عسكرية للنهاردة تهدى شوية. ما ينفعش كل يوم دولة تعمل انقلاب زي ما السيسي عمل عشان تبقى قد الدنيا زينا. ما هو لما كل دولة تكبر وتبقى قد الدنيا، الكون مش هيسعنا يا جماعة. الدنيا هتبقى زحمة والجو حر، مش ناقصة تلزيق. بطلوا تقلدوا سيادة الرئيس طبيب الفلاسفة في كل حاجة بيعملها. ما صحش كده، ما صحش كده. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ يوم 18 أغسطس اللي فات، الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا كان قاعد في القصر بتاعه كافي خيره شره وبيمارس سلطاته عادي جدا، ومرة واحدة لقى داخل عليه مجموعة من ضباط الجيش. يا جماعة خير، في ايه؟ انتوا كنتوا رايحين الوحدة العسكرية بتاعتكم وتهتوا في السكة ولقيتوا نفسكم هنا ولا ايه؟ قالوا لا يا ريس، احنا جايين لك مخصوص عشان عاوزينك في مشوار كده. وقاموا واخدينه ماشي، وعشان ما يحسش في الوحدة جابوا معاه رئيس الوزراء بتاعه ويونسوا في الطريق، وطلعوا بيهم على معسكر تابع للجيش، وقالوا لهم يلا حلوين انضلنا على الورق ده. الرئيس قال لهم يعني جايبيني هنا مخصوص عشان امضي على ورق؟ ما كنت ما تدخلكم في القصر عادي، يعني ايه لازمتها المشوارة دي؟ قالوا لا يا ريس، ده مش اي ورق، دي استقالة سعادتك، امضلنا عليها يلا بسرعة عشان احنا مستعجلين شوية، عاوزين نعتقلك وناخد السلطة قبل الشمس ما تروح. واضطر الرئيس كيتا انه يمضي على الاستقالة ويسيب الحكم لمتمردي الجيش اللي اعلنوا الانقلاب العسكري في مالي على الرئيس الشرعي اللي كان وصل للحكم في سنة 2013، واللي بقاله فترة عنده مشاكل كبيرة في البلد نتيجة أزمات اقتصادية اتسببت في احتجاجات ومظاهرات واسعة في مالي خلال الكام شهر اللي فاتوا. وطبعا الجيش كان لابد في الدرة واستغل الاحتجاجات دي عشان يعمل فيها سوبرمان ويقوم بدور البطل المخلص اللي هينقذ الشعب من السلطة الفاسدة اللي هتدمر البلد. فيضطر الجيش انه ياخد السلطة ويمسك البلد ويدمرها هو بنفسه عادي يعني. واحنا الصراحة في مصر لما سمعنا ان في انقلاب عسكري حصل في مالي افتكرنا حاجة كده، وشريط الذكريات السودة كر قدام عينينا، وخلاص ما بقيناش محتاجين نسمع أخبار عن اللي بيحصل في مالي، احنا عارفين كل حاجة لوحدنا. أكيد الشعب المالي دلوقتي هو اللي بينور عينين قائد الانقلاب، وأكيد مالي هتبقى قد الدنيا، والماليين قريب قوي هيشوفوا العجب العجاب. الله يرحمك يا مالي يا أختي. والحقيقة إن قارة أفريقيا مشهورة جدا بموضوع الانقلابات العسكرية ده. الانقلابات هي أكتر حاجة القارة عندنا بتنتجها ومتميزة فيها ما شاء الله. يعني أنت لو موجود في أي حتة في العالم ونفسك تتفرج على انقلاب عسكري اطلع على افريقيا على طول في اي وقت، صبح او ليل اكيد هتلاقي انقلاب عسكري بيحصل في دولة من الدول في اي وقت هتروح فيه. احنا عندنا في افريقيا الجيوش وظيفتها انها تعمل انقلابات عسكرية، مش انها تحارب اعداء الدولة لا سمح الله، ولا تأمن الحدود. ضابط الجيش في القارة بتاعتنا اول ما بيتخرج ويتعلق له الدبورة، بدل ما يفكر ازاي هيكون نفسه ويبني مستقبله ويتجوز، بيبدأ يفكر ازاي هيعمل انقلاب. عشان كده الانقلابات كتير قوي، في منها اللي بينجح وفي منها اللي بيفشل. وساعات تشوف ضباط عملوا انقلاب ونجح وبعد شويه لقوا نفسهم زهقانين ومش لاقين حاجه يعملوها فيقوموا منقلبين على بعض عادي. وغير الانقلاب المبلح بتاع مصر ده، وقبل انقلاب مالي شفنا تجارب كتير لانقلابات جوه القاره. عندك مثلا في زيمبابوي سنه 2017 حصل انقلاب على الرئيس روبرت موجابي اللي كان بقاله 37 سنه في الحكم، وسن هو شخصيا كان وصل ل 93 سنه. واضح كده ان الناس في زيمبابوي كانوا كل ما يجوا يفكروا ينقلبوا عليه يقولوا يا جماعه الموضوع مش مستاهل، الراجل خلاص كبر وعجز ورجله والقبر يعني كلها كام يوم وهيتكل على الله لوحده. بس شكلهم كده يأسوا في الاخر وقال لك الراجل ده شكله هيدفننا كلنا اساسا، واحنا نلحق نعمل انقلاب عليه قبل ما نموت احنا كمان ويفضل هو في الحكم. انما الصراحه يعني هم تسرعوا وظلموا الراجل، لان فعلا موجابي جه في اخر فتره وكان خلاص شاف انه كبر شويه وقرر انه هيسيب الحكم. لا مش هيسيبه للشعب لا سمح الله، هو كان هيسيب الحكم لمراته مدام جريس موجابي، مش حد غريب يعني. واضح انها كانت بتدور على شغل فقرر يشغلها رئيس زيمبابوي. الجيش سمع كده وقال له يعني احنا مستنيين اليوم اللي هنخلص فيه منك وصابرين، تقوم كمان عاوز تجيب لنا مراتك؟ دور يا ابني المدرعات والدبابات واطلع بيهم على القصر الرئاسي واحبس للجدع ده ومضيه على استقاله، ده لو لسه في نفس يمسك القلم ويمضي اساسا. واتخلصت زيمبابوي اخيرا من حكم موجابي بعد كل السنين دي. وبعد ما مشي ما حصلش اي حاجه برضو، الدوله لسه في ازمات اقتصاديه واجتماعيه ضخمه جدا ومعدلات البطاله بترتفع. طب ايه يا جدعان، هو انتوا كنتوا بتشيلوا موجابي ليه؟ عشان كان شكله مش عاجبكم مثلا؟ ما انتوا شلتوه عشان تعالجوا الازمات اللي تسبب فيها وتعملوا اصلاحات للاقتصاد اللي باظ في عهده. بس تقريبا الجيش قال لهم لا احنا مالناش في موضوع الاصلاحات ده الصراحه، احنا نعمل انقلاب ماشي، ما تدخلوناش بقى في اللي مالناش فيه بعد اذنكم. لو دخلنا بقى على السودان هنلاقي نفسنا مش عارفين نعد الانقلابات من كترها يعني. يعني كفايه تعرف ان من سنه 56 حصل في السودان اربع انقلابات، دول اللي ربنا وفقهم ونجحوا، بس في انقلابات تانية كتير فشلت. واضح كده ان اللي عملوها نيتهم ما كانتش خالصه عشان كده ما نجحوش. واخر انقلاب حصل في السودان يا دوب كان من سنه واحده، لسه سخن وطازه يعني، والانقلاب ده شال عمر البشير من الحكم. عمر البشير ده بقى نفسه كان وصل للحكم بانقلاب برضه عادي، اكيد مش هيوصل بانتخابات يعني، انتوا عاوزين الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ الراجل سنه 89 عمل انقلاب عسكري على الصادق المهدي وبقى رئيس مجلس قياده الانقاذ الوطني، وبعد شويه صغيره
لقى نفسه مش قادر ينقذ البلد ولا حاجة، فقال لك أغرقها بقى زيادة وخلاص، وانفرد بالحكم وبقى رئيس السودان، وفضل قاعد على كرسي الرئاسة 30 سنة لما الكرسي نفسه الخشب بتاعه سوس والله، لحد ما حصل انقلاب السنة اللي فاتت واتحط البشير في السجن وتقدم للمحاكمة. بعد الانقلاب اتكون مجلس الحكم في السودان في مجموعة من قيادات الجيش مع مجموعة من قيادات الثورة المدنيين، وبعد خناقات طويلة ما بينهم اتفقوا على تكوين حكومة مؤقتة برئاسة عبدالله الحمدوك، والمفروض ان الحكومة دي تتولى تنظيم انتخابات برلمانية، بس ما حصلش لحد دلوقتي لا انتخابات ولا برلمانية، وفي حاليا احتجاجات شعبية في السودان، والناس بدأت تحس ان هم انضحك عليهم من قيادات الجيش، الواضح ان هم بيمطلوا في تنفيذ وعودهم بتطبيق الديمقراطية في البلد، لحد ما الناس ينسوا الديمقراطية يعني، او لحد الجيش ما يسيطر تماما على الاوضاع، وساعتها يعرفوا ينسوا الناس الديمقراطية بمعرفتهم، وممكن ينسوهم اساميهم لو حكمت عادي. طب انت طبعا تعرف بلد اسمها بوركينا فاسو، شفناها كتير قوي بتلعب في كاس الامم الافريقيه، بس انت تعرف بقى ان بوركينا فاسو دي من ساعه ما استقلت سنه 60 تقريبا ما فيش حد فيها وصل للحكم الا بانقلاب عسكري. طب يا جماعه ما نعمل مره واحده بس انتخابات ديمقراطيه. طب يا جدعان بيقولوا في حاجه نزلت السوق اسمها تداول سلمي للسلطه، نجربها دي مره على سبيل التغيير يمكن تطلع حلو، وبعد كده نبقى نرجع للانقلابات عادي يعني مش هتطير. قال لك لا، هي الانقلابات بس اللي بتوصل عندنا للحكم، سلوا بلدنا كده. فهنلاقي مثلا ان بوركينا كان فيها رئيس اسمه توماس سانكارا، كان راجل يساري وزي الفل ومسمينه هناك جيفارا البوركيني، بس موضوع اليسار ده ما كلش مع الكابتن بليز كومباوري، قام عامل على سانكارا انقلاب سنه 87 وقتله ومسك الحكم، وفضل كومباوري في الحكم لحد ما جت سنه 2014 وقامت حركه شعبيه في بوركينا فاسو، وكومباوري هرب من البلد وطلع يجري على ساحل العاج، وتشكلت ساعتها حكومه انتقاليه برئاسه اسحاق زيده، وجابوا ميشيل كافاندو عشان يبقى رئيس انتقالي للبلاد. كافاندو ده بقى اتعمل عليه انقلاب عسكري برضه عادي جدا بعد سنه واحده من حكم. يا جدعان على فكره انا رئيس انتقالي اصلا وكده كده همشي، بتعملوا عليا انقلاب ليه؟ انتوا حافظين مش فاهمين ولا ايه؟ قائد الوحده العسكريه اللي عمل الانقلاب المره دي كان اسمه جنرال جيلبرت. بعد ما عمل الانقلاب الدنيا فرولت منه وباقي قيادات الجيش قلبوا عليه والمجتمع الدولي هدده عشان يرجع الحكومه الانتقاليه تاني، والانقلاب فشل. واحنا ماشيين كده في افريقيا ومش عارفين نعدي من كتر الانقلابات المتمطوره في كل حته، هنلاقي في انقلاب صغير كده حصل السنه اللي فاتت في الجابون. الرئيس هناك الاخ بونجو اونديمبا كان تعب شويه وقام مسافر عشان يتعالج بره، فشويه ضباط جيش هناك بدل ما يدعوا له بالشفاء ولا يبعتوا له مندوب منهم بكيس برتقان ولا حاجه، راحوا استغلوا سفر الراجل وطلعوا بيان بيطالبوا فيه باصلاحات سياسيه وتشكيل مجلس وطني ينفذ الاصلاحات دي. الكلام ده كان في يناير، الدنيا كانت برد برضه مش وقت انقلابات، فاكتفوا بالبيان ده. بس لما الصيف جه قاموا عاملين انقلاب على طول في يوليو وحاولوا يسيطروا على الحكم بس ما نجحوش، والحمد لله الانقلاب فشل وكل الضباط اللي قاموا بيه في السجن دلوقتي، ودي اخره اللي يحاول يجي على واحد عيان وبيتعالج ويفتري عليه. نخش بقى على اوغندا اللي استقلت سنة 62 وقعدوا هادين كده 4 سنين بعدها، وبعدين قالوا ايه الزهق ده، ما يلا نعمل انقلاب زي باقي الدول الافريقيه، احنا بنسمع ان الانقلابات دي حاجه حلوه قوي ومنتشره في القاره. قاموا عاملين انقلاب على الملك بوغندا سنه 66، وبعدها ب5 سنين حصل انقلاب تاني، بس اللي عمله المره دي واحد قتال قتله اسمه عيدي امين، راجل ديكتاتوري ودموي مجرم وواهب حياته لذبح الناس، وبيتقال ان عدد اللي قتلهم من الشعب الاوغندي خلال فتره حكمه حوالي 500,000 بني ادم، وتقريبا كده بعد ما خلص على كل الاوغنديين قال لك انا عاوز احتل تنزانيا على الاقل الاقي شعب جديد اموته. بس اللي حصل ان الجيش التنزاني قاوم مقاومه كبيره، واتحدت معاه ميليشيات اوغنديه معارضه لعيدي امين اسمها الجيش التحريري الاوغندي، والاثنين نزلوا في قوات عيدي امين طحن لحد ما هزموها، وعيدي هرب على ليبيا وبعدها طلع على السعوديه وقعد فيها لحد ما مات. تخلص بقى الانقلابات في اوغندا؟ لا طبعا، بعد ما خلصوا من عيدي امين سنه 79 كملوا انقلابات من بعده عادي جدا سنه 80 و85 و86 واخر انقلاب قاده موسيفيني اللي لسه موجود في السلطه لحد النهارده. طب ليه الانقلابات العسكريه عندنا بالكون كده في القاره، وليه القاره بتاعتنا دي دايما في الانقلابات مدعيه وفي الديمقراطيه منسيه؟ ليه ما عندناش تداول سلطه عادي زي بقيه خلق الله في اوروبا والدول المتقدمه؟ الحقيقه ان في اسباب كتير، منها الفساد المستشري في مؤسسات دول القاره سواء في الرئاسه او القوات المسلحه. الفساد ده بيخلي كل عينه على السلطة بس، مفيش حد بيفكر في مصلحة الشعب فعلا أو البلد، ده غير عدم وجود احترام للدستور أو القانون اللي بيحمي الشرعية في دول أفريقيا. القوانين والدساتير عندنا بتتغير وبتنداس بمنتهى البساطة من أي حد بيمتلك القوة والسلاح، عشان كده الانقلابات عندنا مفيش أكتر منها، واليوم اللي بنصحى فيه من النوم ما بنسمعش عن انقلاب حصل في دولة أفريقية بنحس إن في حاجة غلط، ولحد ما نشوف الانقلاب الجاي في أفريقيا هيحصل في أي دولة إن شاء الله فمعنا اليوم حدوته، محدش هيدوس علينا تاني يا ابو الحاج، احنا برضه بني ادمين وعندنا كرامه، وما عدناش نخلي حد يهنا ولا يتحكم فينا بلقمه العيش، لاجل كده يا ابو الحاج لما نايب المجلس الحاج شمامه يسفخ الواد كراوي على وشه ويطرده من الشغل في ارضه، كلنا قلنا هنقطع الحاج شمامه، ولا هنقرب من ارضه ولا هنخدم في بيته، ولا هنهوب يمه سقيته وانايته، تغور اللقمه المتغمسه في الزل يا ابو الحاج، احنا احرار ولاد احرار وولاد ناس، غيرش بس الزمن جار علينا وجوعنا.
وخلانا مش لاقيين العيش الحاف، والحاج شمامه يبعت لنا في مراسيل عشان يراضينا ونرجع الشغل عنده، واحنا رافعين راسنا في السماء ما بنرضاش. عنها وفي يوم ابو الحاج البت قرنبيطه بنت الحاج عينه بتختفي فجاه من البلد، وما نعتر لهاش على قطر، وندور في كل حته بالحج ومفيش فايده. وفي عز ما احنا قاعدين على القهوه بنفكر وبنواسي الحج عنبه، يدخل علينا شمامه لوحده من غير رجالته ويقول لنا رجاله انا برضو ابن البلد ونايبها وقرنبيطه بنتي، وانا كلمت المأمور وهيشوف شغله وجاي بنفسي كمان عشان ادور معاكم. وكلنا نبص لبعض والكلام ما يدخلش دماغنا، والواد رفس وينسحب من لسانه ويقول تدور معانا؟ لا الحدايه بتحدف كتاكيت حج شمامه، ده تلاقيك انت اللي خطفت قرنبيطه لاجل ما تنتقم مننا. والمطيبات يسكت رفسه ويقول له اخشى عاد عيب عليك هلا. غيرش شمامه يبكي ويقول عندكم حق تشكوا فيا، وعشان كده لزوما اني اول واحد يتفتش، وياخدنا على داره ويقول لنا اقلبوها حته حته دوروا على البيت. وندور وما نلاقيهاش. والمطيبات يقول معقوله يعني بعد ما نقلب الدار كده نهملها ونمشي؟ لزوما نوضبها برضو مطرح تفتشنا. ورابس يقول ما هي كانت متبهدله خلقه مطيبتي. والمطيبات يقول له اخضع يا جحش الاصول اصول. وننزل في الدار ترتيب وتنظيف ومسح وكنسل لحد ما نرجعها احسن من الاول. وبعدها ياخدنا شمامه على ارضه ويقول لنا عسوا فيها يمكن اكون دافن تحتها قرنبيطه ولا حاجه من هدومها. وكل نفر ياخد فاسه ونقلب الارض وما نلاقيش حاجه، ونقول ياما في الحبس مظالم يا ولداه، اكننا ظلمنا الحاج شمامه وهو كان جاي عشان يساعدنا. بس الاكاد ابو الحاج شمامه يختفي بعدها وما نشوفش وشه، ويطلع كلام غريب في البلد ابو الحاج ما نعرفش مين اللي قال. قال لك الحاج شمامه بعد ما سبناه كانت داره متبهدله وتراب ماليها، والتقاوي ماليه ارضه ومش لاقيه الانفار اللي تقلبها، قوم عمل فيها بيدور معانا لاجل ما ياخدنا على بيته، وهو عارف اننا بعد ما هنفتش الشهامه هتاخدنا وهنرجع ننظف. وبعدها خدنا على ارضه والاسم بنفتش في الطين، والفعل بنقلب له تقاوي. وتمر الايام ابو الحاج ولا قرنبيطه ترجع ولا شمامه يظهر، اكن شمامه ضحك علينا ابو الحاج وسفخنا على قفانا زي ما عملها عمنا اول في الواد كراويه. ونبص لبعض ونقول هو احنا هنفضل يندحك علينا لحد امتى بالحج؟ ونشوفكم على خير ان شاء الله.